أهلا بكم. البرمجيات الحرة برمجيات حاسوبية يمكن استخدامها ودراستها وتعديلها لأي غرض وبدون أي قيود، كما تتضمن هذه الحرية نسخ هذه البرمجيات وتداولها معدلة أو غير معدلة، سواء بلا قيود أو بقيود، تضمن أن متلقيها ستكون لهم الحقوق ذاتها. ولمناقشة هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتور كريم بينا، الأستاذ الباحث بالمدرسة الوطنية العليا للمعلومات وتحليل النظم التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط. أهلا بك دكتور. بارك الله فيك. أولا نتعرف معك على مفهوم الإبداع المفتوح. الإبداع المفتوح Open Innovation هو أولا ثورة منهجية لأنشطة البحث والتنمية وخطط أعمالها Business Model. هو يتعدى هذا المنظومة الكلاسيكية والتقليدية في البحث إلى ترحيل إنتاج الملكية الفكرية خارج جدران مؤسسة. الإبداع المفتوح يدافع على ثلاث مبادئ: أولا تثمين أمثل لطاقات الإبداع الداخلي، ثانيا توظيف اليقظة التكنولوجية والتنافسية تجاه المحيط الخارجي، أما المبدأ الثالث هو دخل استثمار المستمر في البحث والتنمية وتمويل المؤسسات النشيطة والمبادرات الواعدة وتشجيع المبتكرين وبث ثقافة نشر الأفكار والإنتاج الجماعي والتشاركي. وما هي إذن البرمجيات الإعلامية المفتوحة والحرة ومبادئها؟ من ضمن الأمثلة الحية إنتاج البرمجيات الإعلامية المفتوحة والحرة حسب مؤسسة البرامج الحرة Free Software Foundation، هنالك أربع حريات: حريتان تدافعان على حقوق البرمجيات المفتوحة. أولا حرية دراسة نظام الاشتغال الداخلي للبرنامج ويفترض هذا الاطلاع على المصدر الأصلي لكود سورس المشغل للبرنامج. ثانيا حرية تطوير المصدر الأصلي للبرنامج ونشر التطويرات الناجحة. إذا كنا يمكننا أن نطلع فيمكننا أيضا أن نبدل ونغير ونطور هذا البرنامج، ويمكن أيضا أن ننشر هذا البرنامج. أما البرامج الحرة Free Software فهو يتعدى هاتين الحريتين إلى حريتين إضافيتين. الحرية الثالثة هي حرية تشغيل البرنامج لكل الأغراض والاستعمالات، والحرية الرابعة هي حرية إعادة توزيع نسخ من البرنامج ما يشمل هبة أو بيع هذه النسخ. البرمجيات المفتوحة والحرة لا تعني برمجيات مجانية. يقال إن البرمجيات المفتوحة تقع في صميم الإبداع المفتوح، كيف ذلك؟ لأنها تدافع على حقين: الحق الأول هو حق مشترك لاستعمال التكنولوجيا، الحق الثاني هو حق تطوير تشاركي لهذه التكنولوجيا. وما هي خطط الأعمال المعتمدة للإبداع المفتوح في إنتاج البرمجيات المعلوماتية المفتوحة؟ هناك أربع خطط: البحث والتنمية التشاركية أولا، هذا يعني أن عدة مؤسسات تستثمر في شراكة من أجل إنتاج ملكية فكرية جماعية، مثلا لينكس موزيلا هما منتوجان تبع هذه الخطة الاقتصادية. الخطة الثانية بالإنجليزية نقول spin out، وتحرير برمجيات وترحيل إنتاجها إلى فرع مشتق قائم بذاته مع الاستمرار في التأطير وتوفير الموارد اللازمة. إكليبس أوبن سولاريس و منظمات خارجية مشتقة تقوم بذاتها تطور هذه البرمجيات، والعائدات يمكن أن تكون بصفة مباشرة أو غير مباشرة للمؤسسة الأم. ثالثا تسويق المشتقات سيلين كومبليمنتس، المؤسسة مبدعة تعتمد على نظام مفتوح تستلهم من نظام مفتوح موجود وتشتق منه تطبيقات إضافية غير مفتوحة تعود عليها بالنفع بعد تسويقها، مثل ويبسفير وبلوجيك اللذان يعتمدان على النظام المركزي أباش من أجل خدمة الشبكات، وسافاري نافيغاتور على الشبكة، وأندرويد الذي هو نظام تشغيل سيستم ديكسبلوطاسيون مبني على لينكس. أما الخطة الرابعة هي هبة المشتقات، يعني تسوق المؤسسة نظاما مركزيا وتشجع إنتاج منتوجات مشتقة مفتوحة تهبها لجماعات الإبداع المفتوح Early BSD يونيكس مطلب سنترال. يعني المؤسسة تسوق المنتوج المركزي ولكن تشجع المنتوجات المشتقة من هذا المنتوج المركزي المسوق على أن تكون مفتوحة للعموم لجماعات التنمية. الدكتور كريم بينا، الأستاذ الباحث بالمدرسة الوطنية العليا للمعلومات وتحليل النظم بالرباط، شكرا لك جزيلا. أشكركم على استضافتي لهذا البرنامج القيم.